والله احنا في الاول البدايه ما كانتش كويسه، احنا البدايه كانت بطيئه شويه، ما كناش كلنا مركزين وانا نفسي ما كنتش مركزه، بس الحمد لله في الهاف تايم الكابتن كلمنا وقال لنا ايه الاخطاء، فنزلنا الحمد لله التالت والرابع ما عملناش الاخطاء اللي احنا عملناها في الشوط الاول والتاني، والحمد لله لعبنا لحد اخر دقيقه ولعبنا كويس قوي كلنا مع بعض. انا نسيت الشوط الاول والتاني، الكابتن قال لنا انزلوا التالت اكنه ده اول شوط، فانا خلاص انا اكني ما لعبتش اكن ده لسه اول شوط، كنا بنسخن ونازلين، فالحمد لله نسيت كل الاخطاء اللي انا عملتها وحاولت ابقى كل البوزيتيف يعني اعمله في الشوط الثالث والرابع. بس والله كل الفرق مستواها زي بعض، مفيش ماتش مفيش فرقه وحشه مفيش فرقه كويسه، كلهم في نفس المستوى، وان شاء الله ناخد ماتش ماتش وان شاء الله نكسب.